أنا طبعاً يدهشني في كل مدينة أزورها أتساءل عن تاريخ الاستيطان فيها. فالمدينة المنورة معروفة أنها أول عاصمة للإسلام، لكن هل بالفعل هي موغلة في التاريخ قبل كذا؟ قائمة قبل 1600 عام، ثم بعد ذلك توالت الدول عليها، جاءت الدولة الإسلامية ثم الدولة الأموية والعباسية وهكذا حتى العهد السعودي الزاخر. فإذا هي مدينة قديمة جدا، توالت عليها العصور، توالت عليها الممالك، توالت عليها الدول، فبالتالي تغيرت من وقت إلى آخر، وشملت هذه التغيرات ما نسميه بالتغير الحضاري والثقافي والعمراني والتجاري أيضا، وعلاوة على ذلك مكانتها باختيار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كونها مهاجره، ولم يتختر الله عز وجل له إلا المدينة. إذن المدينة مرت بتحولات على المستوى مثلا الحضاري بالمراحل التاريخية كلها. بعد توحيد المملكة شو التغير اللي طلع على المدينة؟ كما قلنا سابقا المدينة قديمة منذ القدم، لكن عند توالي هذه الممالك وهذه الدول كان كل فترة من هذه الفترات يحصل تغير طفيف في ناحية من النواحي. وعندما تم توحيد هذه المملكة وقبل التوحيد دخلت المدينة تحت حكم المملكة العربية السعودية وتحت حكم الملك عبد العزيز طيب الله تعالى عام 1344 للهجرة. وبعد دخولها تحت هذا الحكم بدأت الدولة تهتم بهذا الجانب، فبدأت خطط التنمية تشمل المدينة وغيرها. ف بدأنا ننطلق انطلاقة جديدة، بدأنا في استراتيجية جديدة من ناحية كما يقال جودة المكان وأنسنة المكان. فبالتالي اهتمت الدولة بالنواحي الحضارية، بالنواحي الثقافية، وهذا ملحظ جميل جدا إنه المسجد النبوي كان يحتوي على ما يقارب 80 حلقة، 80 حلقة لتعليم القرآن والسنة والحديث من شتى أصقاع الأرض يقدمون عليها. هذه الحلقات كان نتاجها والثمرة لها وجود جامعتين في المدينة، جامعة الإسلامية وجامعة الطيبة، وجود المعاهد العلمية، وجود التعليم الذي انتشر في المملكة العربية السعودية بعد توحيد المملكة. فأصبحت المدينة كما يقال منارة للثقافة، منارة للعلم، منارة لرفع المستوى الحضاري. والمكان الذي نحن نقف فيه الآن جادة قباء أو واجهة قباء، من الله عز وجل على المدينة بأن أصبحت هذه المكانة وحصدت جائزة التميز السياحي على مستوى منطقة المملكة العربية السعودية، ليس فحسب على مستوى المدينة، في عام 2018. لماذا؟ لأنها شكلت كما يقال نوع من الانسجام الحضاري الثقافي الشعبي التراثي. ولا أدل على ذلك من الواجهات المباني في المدينة، الرواشين، التاريخ الحضاري القديم. إذن المدينة سميت عاصمة الثقافة الإسلامية عام 1435 واستحقتها بجدارة. لماذا؟ فهي مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.